بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نوضع واحد الصيغة الكريمة لحرق التابعة اللي تتمنع عن الزواج، تتمنع عن الدراسة، تتمنع عن الصحة، تتمنع الإنسان يولي عنده خمول. أي حاجة ما نجحش فيها، ما بغيش يقرأ، ما بغيش يخدم، ما بغيش يشقى، ما بغيش يدير حتى حاجة، تتبرك ليه في الصحة، تتبرك ليه في المال، تتبرك ليه في الأولاد، تتبرك ليه في كل شيء. متبوع من التابعة، التابعة هي تتكون تابعة، هي تكون إما سحر قديم من الوالدين وتتبقى تابعة للأولاد، أم تتكون تابعة من الحسد والعين، أم المس، تابعة من الجن. إذا حنا اليوم بغينا نحرقوا هاد التابعة اللي مسببة لنا هاد المشاكل، وبغينا نحرقوها لأنها تتوقف لنا في الصحة والمال والأبناء وفي الزواج. الناس اللي تابعهم وما مخليهمش يتزوجوا، الناس اللي تابعة اللي عندهم في العمل، ناس تابعهم في قلة الرزق، ما عندهمش رزق. إذا صالحة هذه الوصفة لكاع جميع الناس، الولد والبنت والمرأة والراجل اللي خدامه فلوسه كي هباء منثورة، حتى حاجة فلوسه ما تيبقاوش، بحال تنقولوا حنا بحال نخالة قليلة، ولكن ما عندوش البركة في الرزق. إذا بحول الله وقوته غادي إن شاء الله نحط هاد الصيغة من القرآن الكريم على هاد الوصفة اللي غادي نحطه لحرق التابعة. التابعة غادي ناخدو حجر من أي بلاصة تجيبيه، احنا ما عندناش مشكل من ما غتجيبيه. أنا تنفضل تجيبيه من البحر ولا من أمام جامع، جوامع كتير، ناخد كل جامع ناخد منه قطعة أو اتنين أو جوج قطع، المهم ناخد 7 قطع، ناخد من سوق، من جامع، من بحر، مهم 7 قطع باش نحرقو التابعة. حجر يكون حجر بحال هذا، نحاولو نفضل أنا تجيبوه من البحر، لأن البحر تيفوسخ. أول حاجة التابعة اللي تتبرك في المال والرزق والصحة، تنحاولو نحرقوها بهاد المواد باش تمشي بحالها. أول حاجة غادي ناخدو هاد القطع من الحجر، وغادي ناخدو قليل من السانوج والملحة اللي غادي نتبخر بهم، وهادو غادي نطفيهم تحت مني، غادي نحطهم فوق النار، وأنا تنقرأ سورة الصافات من 1 حتى 10. إن شاء الله من 1 حتى 10 نهز المصحف الكريم ونقرأها، نقراها من 1 حتى 10، هنقراها 10 المرات، هما على النار، هنقراهم هما على النار، وأنا تنقرا سورة الصافات من 1 حتى 10. غادي نطفيها في الماء، غادي نطفيها على هاد الماء، أنا وريتكم، غنكون دايره هنا ماء ونطفيهم تحت الشخص اللي حمينا هاد الحجر. غادي نحميه فوق الغاز، فوق النار، فوق الغاز، غادي يحماو حتى يوليو لونهم احمر، غيبداو يترتقوا. الشخص المعين اللي عنده التابعة، نحاولوا ان شاء الله نطرطقوهم ليه تحت منه فيها ماء هنايا، ولكن يكون محيد مجرد من الملابس، إما إزار إما عباية تكون فضفضة، محيد كل شيء الملابس الداخلية، ويبقى يتبخر يطفيهم تحت منه إن شاء الله بحول الله وقوته.
نحاولوا هادو من غادي نجمعوهم، غنجمعوهم في كيس، كيس يكون إما أسود إما لونه غامق. غادي نديهم إلى أقرب بلاصة فيها تراب وغادي ندفنهم. علاش ندفنوهم؟ علاش غادي ندفنوهم؟ هذاك الماء غادي نلوحو تحت الشجرة، ما نعومش به، لأن التابعة ماء التابعة ما تنعوموش به. هذا الماء يتلاح تحت الشجرة، وهذا ما تلوحوش، يتخطوه الناس، لأن التابعة ديالك خاصك تقطعيها. وهذا ندفنه في مكان فيه تراب. دفني التابعة، قولي دفن التابعة ديالي وهزيت إن شاء الله خيري ورباحي. دفنت تابعتي وهزيت خيري ورباحي باش نربح. ودفنت تابعتي، دفنت التابعة وهزيت رباحي. تقولي هاد الكلمات وغادي نرجع للدار وغنعطيكم قراءة باش أنكم تبخروا على التابعة. غادي ندفن هادو في التراب، وغادي حيت ندفنهم باش ما يتأذوش بهم الناس، نديرو واحد الحفرة جنب شي شجرة وندفنهم. دفني التابع ديالك، وغادي ان شاء الله هاد الماء تخويته هو في هذيك الشجرة باش ترمي عكسك وتهزي ان شاء الله نفادك، وتحيدي تابعتك وتهزي رباحك. بحول الله وقوتي هادشي سالينا منه، احنا دفناه باش ندفنو التابعة، الماء خويناه. نحاولو ان شاء الله ناخد السنول والملحة، نقربها نهزها في يديا ونقربها الى الفم ديالي ونقرا عليها سورة الصافات. نقراها مرة واحدة وغادي نتبخر بها. سورة الصافات مرة واحدة وغادي ان شاء الله. سورة الصافات ما نقراش كاملة، نقرا من واحد حتى العشرة مرة واحدة وغادي نتبخر بها مرة واحدة، لأنك غادي تقطعي التابعة ديالك. وإن شاء الله حاولي حوايجك ما تتلفيهمش للناس، الناس اللي عندهم التابعة الحوايج ديالهم ما يحاولوش أنهم يسلفوهم الناس أو تلبسي مع أي شخص. تحاولي الملابس ديالك حتى لو بغيتي تعطيها أعطيها بمرة، ولكن ما تلبسيش مع الناس اللي ما تتعرفيش أو تسلفي حوايجك. المشط ديالك تكون المشطة ديالك بوحدها، المشط بوحدك، الخرقة الكيس ديال الحمام تكون ديالك بوحدها. إلا مشط بها شي حد حيدها، حيت بغيتي تقطعي التابعة، لأن التابعة خاصها تقطع. إذا حبايبي في الله الوصفة رائعة، وحاولوا أنكم تديروها بإذن الله الواحد القهار، وهي راه صالحة بإذن الله. هاد الوصفة إن شاء الله للقناة الثانية تنحاول أنني نحط فيها وصفات رحمانية باش نعاونكم إن شاء الله. بحول الله وقوته، إذا ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموني في هذه القناة باش نحط لكم وصفات اللي بغيتوا، وإن شاء الله نعاونوا بعضياتنا باش نكونوا عون ومعين بزاف الناس. إذا حبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا القناة، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.